السلام عليكم. ان شاء الله نكملوا الكور ديالنا اللي متعلق بالمستوى الاول الاعدادي بماده المعلوميات. دونك من بعد ما شفنا نوسيون دانفورماسيون ندخل دابا على واحد نوسيون اخر. دونك هنا عندنا واحد اكتيفيتي اون لي دوني اللي هما عباره عن اش النقاط المحصل عليها من طرف التلاميذ في نهايه الموسم ولا الدوره. دونك من خلال هاد النقاط كيحاول التلاميذ يحصلوا على في الاخر على نتيجه المعدل العام. دونك المويه دونك هاد المعطيات هاد النقط اللي كتحصل على كل ماده كيمكن لينا نقوموا بواحد العمليه رياضيه اللي كتخلينا نحولوهم لاش المعدل العام. المعدل العام دونك هنا هاد العمليات كيف كنلاحظوا كاين مجموعه ديال العمليات منهم بحال دابا عندنا الرياضيات 16 لونغلي 14 لانفورماتيك 19. دونك بروميي اوبي كيف كنلاحظوا كاين مجموعه ديال العمليات منهم بحال دابا عندنا الرياضيات 16 لونغلي 14 لانفورماتيك 19. دونك بروميي اوبيراسيون هي الميتيبليكاسيون يعني الضرب 16 فوا 6 96 وعندنا هنا 14 فوا 4 56 19 فوا 2 38. دونك ابخي لو دوزيام اوبيراسيون سي لو سون ce que nous donne 190. Après, le somme de coefficients, c'est 12. Et la dernière opération mathématique, c'est la division de 190 sur 12. Qui nous donne en résultat, c'est 15,83. Donc ça, c'est celui des opérations, ça s'appelait la notion de traitement. Donc, on a qu'à dire l'al-mu'alaja, notion de traitement. Donc, traitement, c'est quoi? C'est une suite des opérations. Transformer quoi? Les données au résultat. Les humains le moyen. Très bien. Donc, voilà une définition. Notion de traitement, c'est quoi? Le traitement est une suite des opérations effectuées pour transformer des données en résultat. Voilà l'information d'entrée donnée. Traitement. Et l'information de sortie résultat. Très bien. Donc on peut donner un autre exemple. Donc fait un sur le QSM, chez sous-elle proposé par moi. Donc avec sous-elle, où l'information d'entrée. C'est quoi, par exemple, c'est quoi l'information? Donc ça, c'est une information d'entrée. Les élèves voient faire un traitement. Le traitement, c'est fait le halachna. استاذ دار معنا نوسيون دانفورماسيون شنو هي لانفورماسيون بدا يكونوا الجمله. دونك هما كيبداو يديروا تريتمون كيبداو يديروا تريتمون بداو يديروا تريتمون كيبداو يديروا تريتمون. دونك ابخي ملي كيديروا تريتمون كيعطيو ريزولتا. ريزولتا يا اما واحد بتي ديفينيسيون ولا شي اكزومبل هذا كيتسمى انفورماسيون دو سورتي ولا ريزولتا. سا سي نوسيون دو تريتمون. تري بيان. فهاد تريتمون اليا بليزيور تيب غادي نشوفو اكتيلمون دو تيب traitement manuel, traitement automatique. Donc, من خلال الصورة كنلاحظوا بأن هنا واحد الكالكيل ديال واحد المونطون الصوم كيحسبوا واحد الشخص. دونك هنا كاين إنسان هو اللي كيقوم بهاد المجموع هاد العملية. عكس الصورة الثانية traitement automatique كنلقى واحد الآلة ولا وسيلة حديثة كتقوم هي بالحساب ديال هذيك المجموعة ديال النقود. دونك ديفيرونس كنلاحظوا شنو هو تريتمون مانيال كيكون واحد الشخص اللي وراء المجموعه ديال العمليات عكس تريتمون اوتوماتيك كتكون واحد الاله اللي كتقوم بديك المجموعه ديال اكزومبل ديال تريتمون اوتوماتيك. هنا ديستريبيوتور اوتوماتيك دونك هنا بحال المساله ديال البقال غير هذا اوتوماتيك اله. كاين بور اوتوماتيك بارير اوتوماتيك في طريق السيار الا كنتو كتلاحظوها كونترول اوتوماتيك دو باجاج اليغ بور. عندنا غيشي اوتوماتيك حتى هو. Donc, à dos des exemples de traitement automatique. La définition, donc type de traitement, qui est un traitement manuel. Toutes les opérations sont effectuées par l'être humain, il y a une part de l'insane. Automatique, avant semi-automatique. Traitement automatique, toutes les tâches sont effectuées uniquement par des moyens technologiques. Donc, on n'a jamais arrêté de combien c'est le hadith. Traitement semi-automatique, une partie des tâches est assurée par l'être humain, donc juste qui combine l'insane, et l'autre partie réalisée par des moyens technologiques. Ou juste un autre qui combine l'al-hadith. Donc il y a un mélange entre les deux types.
et qu'on mélange les deux types, manuel ou automatique. بالنسبه للاكزومبل ديال المانيوال، هذاك الاكزومبل اللي عطيتني قبيله ديال بحال دابا الا سول شي تلميذ على واحد الحساب ديال ميتيبليكاسيون، واحد كالكول سامبل دو ميتيبليكاسيون 1 بلس 3 ولا 1 بلس 4، هذاك ليليف غادي يقوم بواحد العمليه ذهنيه، غادي يدير 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 تساوي 4 ولا 3. دونك هنا دار حساب ذهني، ها انسان اللي كان وراء هذه المعالجه. تريتمون اوتوماتيك ممكن يستعان في ذاك الوقت بالكالكولاتريس، يعني كاين واحد الآلة هي اللي تحسب ماشي انسان، ها هي اللي تعطي الريزلت. سيمي اوتوماتيك اكزومبل ديالو بحال هذوك السونتر دابيل، دونك انت باغي قبل هادو في قبل ما يكون تليفون الحالة الحديثة، يعني كتشد التليفون كتصل ديريكتومون كتكونتاكت مع الشخص اللي باغي توصل. قبل كيكون واحد الشخص جالس في واحد البيرو واحد الماشين، دونك ملي كيكون واحد جوج اطراف كيتواصلوا كيتواصل ضروري خاص يدوز على داك السونتر دابيل، هذاك الشخص اللي في خدام في هذاك الماشين. دونك كتكون واحد الكابل اللي ما بين هذوك الشخص اللي في الرقم ديال الهاتف الشخصي ديال الشخص وهذاك البوست. دونك ملي كيبغي يهضر مع شي واحد خاص ضروري يدوز على داك الشخص اللي كاين في داك لاجونس، هذاك الشخص هو اللي كيدوز داك الكابل النيميرو الاخر اللي باغي يتواصل مع الشخص، كيبدا يحدد ليه الوقت، من بعد كيحيد اللين هذاك الخط، صافي. هذه هي القضيه اللي كانت قبل. دونك كان بجوج ضروري خاص الانسان والاله بجوج يخدموا باش يدير يدوز هذاك التخاتم. تري بيان. دونك هنايا من بعد ما شفنا نوسيون دو تريتمون ندوز واحد نوسيون اخرى اللي هي سي كوا، سي لانفورماتيك. دونك هنا كيف كنلاحظوا احمد ترافاي او بوست ماروك اجوردي ان كليو دوموندي احمد على بوست ماروك devant 6 mois d'aujourd'hui. Avez-vous comment Ahmed va résoudre ce problème? Donc, on a vu que un شخص سميتو احمد خدام في بريد المغرب. هذا احمد جا عنده واحد الشخص، واحد الكليون جا عنده طلب منه، قال لي واحد البوسطه كتدفعت هذه 6 شهور، واش وصلت الشخص المعني بالامر ولا لا؟ دونك هنا احمد كيف كتلاحظوا خاصو يقوم بعمليه المعالجه ويجبد واش فعلا توصل بصيفطه البوسطه الكوري ولا لا. دونك هنا من خلال هذا التريتمون مانيوال، الا كان يدير تريتمون مانيوال كتلاحظوا بان داكشي غادي يشد ليه وقت كتير ومهمه شبه مستحيله امبوسيبل. عكس الا كان عندنا هنا لانفورماسيون اللي هي الكيستيون ولا المشكل اللي عند الكليون، وكنحضر واحد التريتمون اوتوماتيك اللي هي واحد الماشين في هذا لوكا اللي كتكون بلي افيكاس اي رابيد. دونك هنا كنهضر على واحد النوسيون ديالاش رابيد. دونك هنا كنهضر على واحد النوسيون ديالاش انفورماتيك. دونك لانفورماتيك سي كوا؟ سي لانفورماسيون اي تريتمون اوتوماتيك. دو نوسيون انفورماسيون تريتمون اوتوماتيك نو دون انفورماتيك. دونك ميمكنش نهضرو على شي ماكينة بحال ماكينة الصابون ولا فرانتو نقولو اش تريتمون اوتوماتيك استاذ يعني راه كتعتبر انفورماتيك. لا، هادو كاين كيعالجوا الحراره، الاخر كيعالج الحويج، هذا لا، هذا كيعالج خاصنا واحد السيستيم اللي كيعالج اش كيعالج المعلومات لي زانفورماسيون. تري بيان. دونك لانفورماتيك او المعلوميات سي كوا؟ لانفورماتيك اي لا سيونس دو تريتمون اوتوماتيك دي زانفورماسيون. دونك اول حاجه هي علم، ديما يعني ملي كنقولوا علم يعني ديما كاين تطور، ديما الجديد. راه كتلاحظوا غير في التليفونات كل 6 شهور ولا شهرين والماكسيموم عام كتلقى فيرسيون خرجت الشركات ديال التليفون، كتكون بيس الحسام الحجم ديال الشاشه، الاستوكاج في الميموار، هذاك شحال ريزوليسيون ديال الكاميرا. دونك هنايا كل عام كتخرج في واحد نوفوتي احسن من العام اللي قبل. دونك هنا كاين واحد الريغل باش نسابليفي فيه لي شوز. لانفورماتيك سي كوا؟ لانفورماسيون بلس اوتوماتيك اولا تريتمون اوتوماتيك. تري بيان. دونك هنا الاوكازيون هنا ندوز واحد نوسيون اخرى. دونك من بعد ما عرفنا هاد السيستيم اللي غنحتاج واحد السيستيم اللي خاصو كيشد المعلومه وكيعالجها ويعطينا النتيجه، دونك كيفاش ندير لهاد السيستيم؟ هنا الاوكازيون دو سون باساج او كوليج كريمه ا روسي ان اورديناتور نوف كوم كادو، مي اون فوا بيان كونيكتي seul un petit signe qui clignotait à l'écran et à l'unité centrale. Quelle est la cause d'après? Donc, on a une timide, on a une fois au niveau de l'EDD, tout cela est un cadeau qui est un peu plus de temps. Hassoub, Hassoub, il y a une carte, on a dit, il y a une idée.
ولكن من بعد مني شدات هذاك الحاسوب خرجته من كرتونه، برونشات ليكرون، كلافي، سوري، يعني دوزت البرونشمون نورمال. كتلونسي ليكرون كتلاحظ بان كاين واحد الاشاره شاشه كحله في واحد بي ميساج، وواحد الاشاره كتبان وتغبر، يعني كتكلينوتي. دونك هنايا شنو هو المشكل في نظركم؟ في الحاله نورمال هذه اللي خاصها تافيشا واحد لوغو هنا، واحد البيرو، واحد كاين ما يتشاف. دونك هنا في نورمالمون في الحاله اللي وقعت الكلمه هي شنو؟ شاشه كحله في واحد الميساج، واحد السين هنا كيمشي ويجي. دونك في نظركم شنو هو المشكل في هذا؟ شي حاجه ناقصه. دونك هنا في الماتيريال كاين البيسي، كاين الاورديناتور، كلافيي، سوري، كلشي، هو داك الكابل الضو، داكشي دايز مزيان. دونك هنا كيف كان قلت لهم ديالي باش ندير واحد، حنا كنديرو كومباريزون بحال دابا ما بين التريتمون اوتوماتيك والمانيوال. بحال دابا الانسان كيف احمد قبيله ليكزومبل ديال بوست ماروك، هو اللي كان يقوم بالمعالجه ديال المعلومه ويعطي الريزلتا لهذاك كليو. دونك خاصنا حتى حنا واحد الماشين اللي كدير نفس البروسيدور، يعني بحال كتفكر وكتاخد قرار وتعطي نتيجه. دونك هنايا باش تكون هادشي خاصها تكون فيها نفس المؤهلات اللي عند داك الانسان. دونك خاص يكون فيها دو شوز، العقل يعني السيرفو، العقل والجسد، لو كور. دابا بالنسبه لو كور راه كنعتبر واحد حاجه ماتيريال، يعني جسم، جسد، شي حاجه ماتيريال. دونك هنا عندنا اش، عندنا البيسي، ليكرون، انتي سونترال، داكشي. ولكن خاصنا دابا كوتي اللي باش يفكر، ها، باش يمكن ليا يخدم هذاك الماشين، يمكن ليا تخيتي لي زانفورانس. دونك تما كنهضر على العقل. دونك العقل بالنسبه لهذا السيستم، العقل، دونك العقل بالنسبه لهذا السيستم انفورماتيك، لانفورماتيك كيتسمى لوجيسيال. لوجيسيال. دونك هنا فيك لوجيسيال كيف كتلاحظوا يمكن ليا نخدم بي سي، نتحرك، ندير بيه شحال حاجه. سو لوجيسيال ما كيبان ليا والو، بحال ما خدامش وصافي. دونك هنا دي زيكزومبل ديال سيستم انفورماتيك. كيف كتلاحظوا السيستم انفورماتيك هو دو شوز، بارتي ماتيريال وبارتي لوجيسيال. ها هو البارتي ماتيريال وبارتي لوجيسيال هما لي زابليكاسيون ولا لي لوجيسيال، هادو اللي كنخدمو بهم. هنا عندي واحد الكونسول، بلاي كات، مانيت، ليكرون، ولكن لما كانش عندي لي جو راه مايمكنش ليا نلعب. دونك لي جو كنعتبروهم هما لي لوجيسيال في هاد لوكا. هادي عندي سمارت فون، دونك عندي تيليفون، بلا لي هاد لي زابليكاسيون مايمكنش ليا نخدم بتيليفون. دونك هو اللي كيخلي تخيتي لي زانفورماسيون. هنا دي زوتر اكزومبل على السيستم انفورماتيك، كاين سمارت واتش، فيما تلقاو سمارت تعتبر يعني باللونجلي، بالعربيه ذكي، فرونسي انتيليجون. دونك هنا كتعني واحد، كاين ماتيريال وكاين لوجيسيال، كاين شي حاجه باش يفكر. روبو كيف كنلاحظوا الرجل الالي اللي تا هو باش كيتحرك ويدير واحد لانتيراكسيون مع الزمان. دونك كاين واحد لوجيسيال عنده تا هو. عندي سمارت تي في، دونك تا هي راه فيها السيستم اندرويد، دونك راه سمارت. درون، فواتيغ سون شوفور، راه هاد لوكا راه كنشوفو اغلبيه في الروبوتيك وفي الدومين ديال الاي او تي. دونك سيستم انفورماتيك، النظام المعلوماتي، هذا هو الديفينيسيون. دونك لوبجيكتيف ديالو خاصو يتريتي اوتوماتيكمون دو لانفورماسيون. سيستم اي كونستيتي دو دو بارتي، بارتي ماتيريال بلونجلي هاردوير، بارتي لوجيسيال بلونجلي سوفتوير. هادو دي زيكزومبل. كاين واحد الغوماك لتحت بالغوش، سون هاردوير يعني بلا ماتيريال ما عنديش لورديناتور، عاوتاني سون سوفتوير يعني بلا لوجيسيال حتى حاجه ما يمكن تخدم، غيان نو فونكسيون، كيف المشكل اللي وقع الكريمه. دونك فوالا الكور.